أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد اشتهر على الألسنة صيغة خاصة للصلاة على الأنبياء والرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون عليهم السلام دون ذكر الصلاة، فهل هذا يجوز؟ لا، تخصيص طائفة من الناس أو من العلماء بعليهم السلام، هذا شعار الشيعة، هم الذين يقولون هذه الكلمة لأئمتهم. نعم، يقال رحمه الله، رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.